أكثر من 1400 بلاغ هي حصيلة ما ورد إلى غرفة العمليات في قطاع شؤون الأمن العام بوزارة الداخلية منذ شهر مارس الماضي متعلقة بالاشتباه بفيروس كورونا، فيما تواصل دوريات القطاع بالانتشار في كافة مناطق الكويت وتحديدا في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة. فريق الراي رافق إحدى دوريات قطاع شؤون الأمن العام في منطقة جليب الشيوخ وأعد التقرير التالي. حاليا ورود بلاغ من العمليات بوجود اشتباه بفيروس فادي منطقة الجليب. حاليا استلمت سيدي. استلمت عمليات، قواك الله، بخصوص البلاغ باتجاه حاليا استلمت. يعطيك الف عافية. عمليات أكثر من 1400 بلاغ عن الاشتباه بفيروس كورونا منذ بداية شهر مارس الماضي هي حصيلة ما ورد إلى غرفة العمليات في قطاع شؤون الأمن العام بوزارة الداخلية، تعاملت معه بجدية تامة حتى وإن كان البلاغ بحسن نية وبالتعاون مع الجهات المختصة. من بداية شهر 3 إلى يوم أمس تعاملنا مع 1488 بلاغ اشتباه بفيروس معدي اللي هو المقصود فيه الفيروس كورونا. في مثل هذه البلاغات طبعا رجل الامن ما راح يتوجه لوحده في البلاغ، راح تتجه الدوريه بالتعاون مع الاسعاف الخاص في الصحه الوقائيه اللي هي الجهه المنوطه في التعامل مع مثل هذه الحالات. طبعا الافراد عندنا والضباط لما يطلع للبلاغ يكون متجهز او عاد نفسه لمثل هذه البلاغات. توصلكم بلاغات كاذبه وشلون تعاملوا معها؟ طبعا هذه بلاغات للأمانة للآن ما وصلني أي شيء من البلاغات الكاذبة بخصوص الفيروس، بس بعض الناس يبلغ عن حسن النية وما يعتبر بلاغ كاذب، أو مثلا يشعر في شاف له شخص مثلا تعبان مثل ما شفنا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الأشخاص ينقل فيديو لشخص مصاب مثلا في ألم في الظهر، شخص مصاب في مثلا في حالة صرع، فهو يصور ويتكلم أن هذا الشخص مصاب في فيروس كورونا. قطاع شؤون الأمن العام حاله كحال بقية قطاعات وزارة الداخلية، يقوم بإجراء تدعو للفخر والاعتزاز في الحفاظ على أمن واستقرار للبلد دون كلل أو ملل، ويقوم رجال القطاع في إحكام السيطرة على المناطق المعزولة كجليب للشيوخ والمهبولة وتفتيش كل مركبة بكل دقة. الأمن العام نشر عدد كبير من القوة ومن العاملين اللي قاعد يعملون على مدار الساعة، وكل مداخل ومخارج المؤدية إلى هذه المنطقة قبل لا يطلع أو يدش أي شخص راح يمر على نقطتين تفتيش. كل هذه النقاط تدقق على التصريح الخاص في الشخص أو الهويته، والتأكد إذا ما كانت هذه السيارات اللي كان ينتقل فيها سواء سيارات النقل أو سيارات الإغاثة اللي هي سيارات نقل الجمعيات الإغاثة وجمعيات الخيرية من حيث السلال الأكل والغذاء اللي قاعد تقدم للقاطنين هذه المنطقة، يتأكدون إذا ما يكون فيها أي شخص حاول أنه يخرج من هذه المنطقة بطريقة غير صحيحة وبطريقة غير قانونية، فهذه على طول احنا نتعامل معها ونحيلها إلى الجهات المختصة. تحويل كل مخالف للحظر الجزئي والمناطق المعزولة لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء دون تفرقة بين مواطن ومقيم. أي شخص يتم ضبطه بعد فترات الحظر الجزئي اللي هي من بداية الساعة 5 مساء حتى الساعة 6 صباحا، هذا يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقه ويتم إحالته إلى المغفر المختص وإلى إدارة التحقيق، لأن حتى الإدارة عملت تحقيقات وفرزة محققين بس اختصاصهم في القضايا اللي هي قضايا حظر اختراق قانون الدفاع المدني اللي هي اختراق الحظر الجزئي. ما في تفرق بين كويتي ولا مقيم؟ ما في أي تفرقة، الكل قاعد يعامل معاملة واحدة، هذا وباء ما فرق بين كويتي أو مقيم، هذا على الكل. فاحنا لما نمنع او نتخذ ضد الاجراء هذا حمايه لجميع افراد اللي عايشين على هذا البلد، مو بس للشخص. في تساهل في بعض الحالات او شيء؟ ما في، احنا ما نتساهل، بس في عندنا بعض المراعات لبعض الحالات الانسانيه، يعني لما يكون شخص تاخر في المستشفى وراد من مثلا في غسيل كلى، او شخص يعاني من بعض الازمات القلبيه اللي ما يلحق يكون مثلا ياخذ تصريح، فهذه احنا نتساهل معه، وفي بعض المرات الدوريات ترافقه تسهل له الى وصوله الى المستشفى او وصوله للمكان اللي هو المراد. 34 بناية موبوءة ومعزولة احترازيا في كافة مناطق الكويت، 10 منها في منطقة جليب للشيوخ تخضع للرقابة الصارمة من قبل قطاع الأمن العام. أحد من البنايات من عدد 34 بناية يقوم قطاع شؤون الأمن العام في عزلها وتطويقها بالتعاون مع السلطات الصحية
والإدارة الإدارة العامة للدفاع المدني. طبعا مثل ما قلنا اللي راح يتوفر وجباتهم، علاجهم، مستلزماتهم الطبية، مستلزمات النظافة والتعقيم، كلها يتم توفيرها من قبل جهات الدولة المساندة. عدد البنات المعزولة في الجليب؟ في الجليب حوالي 10 بنايات، اللي الحين حاليا هذه إحدى البنايات من أصل 10 في منطقة الجليب. يذكر أن منطقة جليب للشيوخ المعزولة احترازيا تضم أكثر من 250,000 نسمة، متوقعة تماما بدوريات قطاع الأمن العام المنتشرة في كافة مداخل ومخارج المنطقة، حفاظا على سلامة الجميع والسيطرة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد. الالتزام التام بقرارات الحظر الجزئي والستاب الأمني في كافة مناطق الكويت ومن ضمنها جليب للشيوخ بفضل الجهود الكبيرة لكافة قطاعات وزارة الداخلية ومن بينها قطاع شؤون الأمن العام. أحمد العنزي، الرأي.